معايا كبيرة ونزل بسمية على الفوزة اللي صارت مني. منيش بالعاني وما نقص بها حد شيء، ومانيش نقص ما قصدتش بها باش نهين بها جمهور الملعب التونسي. الملعب التونسي جماعية كبيرة فوق راسي وأكبر مني وأكبر من أي عابد آخر، وأنا ما قصدت بها حتى شيء. نطلب السماح منكم كان قلقتكم اللي حكينا جيت نلبس كيفاش خرجت حامل وخليت صحابي في وقت كانوا مستحقين لي ولا غالب، يعني نطلب السماح. وستاد إنسان جماعية كبيرة ونعتذر، وأنا نعرف إن ستاد جماعية كبيرة ما دام أنا وصلت لبسنا للستاد شرف ليا وشرف لعائلتي وستاد إنسان حومتي وبارد وملاسين حما واحدة. ونطلب منكم السماح وإن شاء الله تسامحوني وكهرباء.